فلوريان فيرت، الرسام الألماني، أحد أفضل صناع اللعب في العالم وأحد أكثر المواهب الشابة لفتا للأنظار وأحد أهم عناوين سوق الانتقالات الحالية. فمن هو وما هي مميزاته وما هي الأندية التي تتصدر صراع الحصول على خدماته؟ كل هذا وأكثر في ظل التقرير التالي. رحلته: انضم فيرت لأكاديمية كولن عام 2010، وهناك أظهر قدرات فنية خارقة رغم صغر سنه وقتها، وبقي هناك حتى 2020 حيث التقطته أعين كشافة بايرن ليفركوزن الذين رأوا التعاقد مع اللاعب فرصة لا تعوض في ظل رغبة كاي هافرت في الرحيل إلى تشيلسي، ليكون فلوريان المعوض الأول له بالفريق الأول. لعب فيرت مباراته الاحترافية الأولى مع ليفركوزن في 18 من مايو 2020 أمام فيردر بريمن، وأصبح أصغر لاعب يلعب مع بايرن ليفركوزن بعمر 17 و15 يوما. وفي 6 من يونيو 2020 سجل هدفه الأول في مرمى البايرن ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الألماني بعمر 17 و34 يوما. لكن هذا الرقم حطمه يوسف موكوكو، مهاجم بروسيا دورتموند بعمر 16 و28 يوما. لكن فيرت يحتفظ برقم خاص به، كونه اللاعب الأول في تاريخ الدوري الألماني الذي يسجل 8 أهداف قبل أن يبلغ 18 من عمره. مميزاته: الهدوء، هو أمر نفسيا وليس فنيا يعطيه الأفضلية دائما. فيرت رغم صغر سنه لكنه يتحلى ببرودة أعصاب كبيرة، سواء في مواقف المرور لاعب للاعب أو استلام الكرة والخروج بها تحت الضغط. كذلك يمتاز بالمراوغة في المساحات الضيقة وسرعة الانطلاق مع وبدون الكرة، ناهيك عن تحركاته في المربع 14 أي المسافة بين وسط الخصم وخط دفاعه. تمريراته القصيرة والطويلة والبينية في غاية الدقة، كما يعتمد أسلوب التمرير المفاجئ أي التمريرات الغير متوقعة تماماً والتي تحول سير الكرة من منطقة لأخرى. يمتاز كذلك بالقدرة على اللعب كصانع لعب ومهاجم ثاني وجناح مقلوب أي ما يعرف بنصف جناح ونصف مهاجم ثاني، يدخل للعمق باستمرار لكشف مساحات الملعب ولدغ الخصم بكراته الدقيقة. فلوريان ليس صانع لعب تقليدي يعطي المهاجم الكرة بأريحية فقط، لكنه كذلك هداف بارع وسجله التهديفي كبير جدا نظرا لمركزه وعمره. عيوبه: ضعيف جدا في الكرة المشتركة الهوائية، ربما السبب يعود لطوله الذي لا يتجاوز 176 سنتيمتر. بنيته الجسدية ليست ضعيفة لكنها ليست قوية كذلك، كما يعيبه ضعف التغطية الدفاعية والعودة للمساندة حال فقدان الكرة. إحصائياته: لعب الموسم الحالي 30 مباراة بين الدوري الألماني والدوري الأوروبي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 14 آخرين، ساهموا في تأهل ليفركوزن لدوري الأبطال الموسم المقبل على الرغم من غيابه مطلع الموسم لتعرضه لقطع بالرباط الصليبي. مجملا، شارك مع الفريق في 60 مباراة بالدوري الألماني، سجل 13 هدفا وصنع 16 آخرين، وشارك في 14 مباراة بالدوري الأوروبي، سجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين، كل هذا ولم يتجاوز 19 من عمره. قيمته السوقية: تقدر قيمة فيرت السوقية ب 70 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي المختص بأسعار اللاعبين، لكن هذا الرقم لن يكون كافيا لبايرن ليفركوزن الذي يضع 80 مليون يورو كحد أدنى لبيع جوهرته الشابة. الأندية المهتمة: يحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية على رأسها بايرن ميونخ العاشق لضم المواهب الألمانية والذي يرى فيه خليفة لمولر، كذلك يحظى باهتمام ريال مدريد الذي تابعه منذ مدة أملا في ضمه ليحل محل مودريتش في صناعة لاعب الفريق، بينما مانشستر سيتي يراه خير خلف لدي بروين الذي دخل العقد الثالث من عمره. الثلاثي السابق قادر على تلبية متطلبات ليفركوزن المادية بسهولة، لكن يبقى من المؤكد أن فلوريان فيرت أحد أهم المواهب في العالم وأقوى الأسماء بالسوق الصيفية ومكسب لأي فريق يتعاقد معه. برأيك
من هو الفريق الذي يحتاج لضمه؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.